الناس دي ما بتشتغلش كده يعني، مش رايحين يشتغلوا ان احنا والله عايزين نجامل الاهلي فهنديله مليار جنيه. مفيش حد بيعمل كده يا جماعه، حتى لو كان الكابتن خطيب نفسه هو رئيس مجلس الاداره، محدش بيقدر يعمل كده. لكن قيمه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي هي اللي عملت القيمه التسويقيه العاليه دي. كون حضرتك عايز تفضل عايش في نظريه المؤامره، انت حر. نظريه المؤامره زي ما قلت لكم دي، حد بيفضل عايش ان هو دايما الناس كلها ضده ودايما الناس كلها عايشه عشان هو وحيد وهو لا لا يا جماعه مش كده. وبالمناسبه برضو في نظريه المؤامره دي انا قريت على الموضوع ده، فنظريه المؤامره دي الواحد بيبقى مش باصص لنفسه، بيبقى باصص للي حواليه. طب ما تبص لنفسك وتحسن من نفسك شويه علشان تقرب من اي حاجه انت عايزها. انا بتكلم في المطلق. فحاجه غريبه جدا، اعلان نزل امبارح لشركه توي في اقل من 24 ساعه الامور تغيرت. الاعلان ده كان محطوط على اعتقد 16 نادي او 17 نادي، يعني برزنتيشن الراعي، ما برزنتيشن اللي بتشتغل مع وي فجايبه وي، فبرزنتيشن جايبه وي لكل الانديه المصريه تقريبا، كل الانديه باستثناء ناديين ثلاثه يعني. ف ده كوم، واللي حصل امبارح ده كوم، واللي حصل امبارح ده كوم. اللي حصل امبارح ده فجأة لقينا اعلان نزل، فجأة لقينا مليون اتنين تلاتة اربعة. وليه؟ كوسة برضو؟ نظرية مؤامرة برضو؟ انا بس عايز افهم. والله انا ما بتريق على حد ولا بتكلم على حد، انا بتكلم في الناس اللي عايشة في نظرية. زي صاحب اللي كلمني ده قال لي والله، بس ده طلع راجل اعتذر قال لي انا اسف ما تزعلش، صح عندك حق النادي الاهلي فارق. قلت له ليه قلت كده؟ قال لي عشان الاعلان ده لما شفته نزل، ما هو بقاله سنه محطوط على كل انديه الدوري، ايه اللي حصل في السنه دي وايه اللي حصل في يومين؟ فارق كبير جدا جدا جدا، فارق كبير جدا 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 في اللي احنا بنتكلم فيه. والفارق واضح، مش محتاج ان انا اقعد اقول كل ده، لكن دايما انا لما باجي اتكلم لازم انت تحسن من نفسك. انا كاسلام مش هفضل بقى اقول اصل الكاميرا دي وحشه، واصل دول مش جايبين لي الكاميرا دي في وشي، والكاميرا من هناك لا، اصل سمير عكاشه بيلخبطني في الايربيز، ولا سمير مش عارف، لا لا مفيش الكلام ده. انا اشتغل على نفسي، انا اشوف الاخبار، انا اجي قبل ما اجي اقعد مع حضراتكم هنا اجي قبلها بساعتين ثلاثه اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو جيت على وقت البرنامج ابقى عارف الموضوع ماشي ازاي، وعارف انا هقول ايه، وعارف انا هتكلم في ايه، وقتي نص ساعه هتكلم فيه ولا ساعه الا ثلث هتكلم فيها عشان الضيوف اللي يجوا معايا يتفضلوا معايا. لكن ان انا افضل عايش في نظريه المؤامره طول حياتي، اهرام حسن كابتن حسن حمدي صيل اصل معاها فلوس، برزنتيشن اصل مش عارف ايه، طب ايه يا جماعه؟ طب وبعدين احنا هنفضل عايشين في القصه دي؟ القصه دي غريبه جدا. نظريات تسويقيه، نظريات تسويقيه هي اللي بتحدد مين يجي فين ومين يعمل ايه ومين يدفع له كام. يعني النظريه التسويقيه، شركه ويدي شركه عالميه، شركه كبيره، شركه كبيره جدا في صناعه الاتصالات المصريه دلوقتي. الشركه دي مش هتروح تجامل النادي الاهلي، ولا هتروح تجامل برزنتيشن، ولا هتروح تجامل محمد كامل، لا. نمره واحد كذا، نمره اثنين كذا، نمره ثلاثه كذا، نمره اربعه كذا، يساوي الاهلي. هم لقوا ان كل الحاجات دي لما جمعوها طلع لهم اسم واحد فقط، الاهلي، وبعد كده فرق كبير ما بينه وما بين اللي بعده. ولا اقصد احد، والله لا اقصد احد، انا بتكلم على النادي الاهلي، ماليش علاقه بحد تاني. فنظريه المؤامره واللي عايش في نظريه المؤامره واللي دايما شايف ان هو لا اصل الناس دي بتشتغل عشان تفشلني وعشان تعملني، احنا مالناش علاقه احنا لنا علاقه بالنظريات العلميه. النظريات العلميه زي ما قلت لكم في التسويق 1 2 3 4 5 6 لما بيتجمعوا على بعض هتساوي عفوا هتساوي اسم النادي الاهلي. اي شركه عايزه تقتحم اي مجال، عايزه تخش في اي حاجه، عايزه تبقى حاجه اكبر مما كانت عليه، بتروح للنادي الاهلي. بس هو ده الموضوع بمنتهى البساطه، لانه الاكثر كذا والاكثر كذا والاكثر والاكثر والافضل والافضل والافضل، هنفضل نقول كده كتير، هنفضل نقول كده، وده بي بي
بيخلي الناس اللي شغاله هنا الموضوع صعب عليها جدا. السنه دي انت الرعايه اللي جت للنادي شوف بكام، السنه الجايه لازم تيجي اكتر. فالناس اللي بتشتغل دي الله يكون في عونها. ان انا اوصل للقمه ده سهل، لكن ان انا افضل فيها ده هو اللي صعب. النادي الاهلي طول عمره في القمه وهيفضل وهيظل دائما بالقمه، مش بالكلام، مش بالكلام، ولكن بالافعال والافعال الواضحه. يعني اتكلم من لمجرد ان انا اطلع اتكلم، طبعا ده مش حقيقي، لكن حتى لو انا كنت طالع اتكلم، ان انا مجرد ان انا طالع اتكلم بعد الفيديو اللي انا شفته لاعلان شركه وي الحقيقه، وايه اللي حصل في 24 ساعه او في اقل من 48 ساعه، يخليك تفتخر ان انت اهلاوي وان انت بتشجع اسم هذا النادي وان انت عايش في ظل هذا النادي. خلينا نطلع نشوف الاهلي مش مجرد اسم ولا كيان.